ما زلت أجهل سبب مطاردة المجرم يا ران. ما الذي رأته في الغرف ولا تستطيع أن تتذكره؟ كيف لي أن أرى؟ كنت أغلق الباب بأسرع ما يمكن يا كونان. أعتقد أنني عرفت الشخصية الحقيقية للرجل ضد ماض. لا شك في أنه هو، وذلك يحل الألغاز الثلاثة. عندما ركض قرب النافذة مع شيك أمام أعين الجميع، وعندما أخذ جثة شيك إلى الغابة دون أن يظهر، وسبب مهاجمته لران، كل هذه الأمور تصنع له صورة كاملة. حسناً، ران هي الشخص الذي يمكن أن يأخذ دور العم توغو. أياكو، أين الشمعة التي طلبت منك أن تحمليها؟ يا ويلي، لقد أخطأت. سوكو، سوكو، ماذا حدث لك؟ سوكو، سوكو، سوكو. أنا أعرف من هو الشخص. أعرف الشخص الذي قتل شيكا. بعد بحث طويل، استطعت أن أكتشف شخصية الرجل الذي قتل شيكا. ما هذا الذي تقولينه يا سوكو؟ القاتل هو ذلك الشخص صاحب الضماد على وجهه. صحيح، وما يزال في الغابة وعيونه متجهة إلينا. هل تعتقد أنه في الغابة حقاً يا سوميا؟ فكر في الأمر قليلاً بذكاء. عندما هاجم ذلك الرجل ران، كيف كان وضع الغرفة حينها؟ تكلم. أذكر، الرجل كان قد دخل من الشرفة. نعم، قفز الرجل من الشجرة إلى شرفة الطابق الثاني. إذن؟ لماذا لم يكن هناك آثار وحل في غرفة ران؟ يفترض أنه دخل والمطر ينهمر غزيراً ساعتها. هذا صحيح. السبب واضح جداً، لأنه كان في هذا البيت طول الوقت. أغلب الظن أنه دخل من الغرفة المجاورة لغرفة ران، إنها غرفة شيكا، وخرج إلى الشرفة من هناك ودخل غرفة ران ليهاجمها. ولكن عندما صرخت ران، لقد خاف وعاد إلى غرفة شيكا هارباً، وهناك قام بتبديل ملابسه بسرعة كبيرة جداً، وبعد ذلك انضم للجميع في غرفة ران، وعلى وجهه نظرة بريئة للغاية. وببساطة، الشخص الذي قتل شيكا وهاجم ران هو شخص موجود بيننا. اسمعي يا سوكو، لا بأس بهذا الكلام، ولكن دعينا نفكر بروية. عندما ظهر ذلك الشخص قرب النافذة، كنا جميعاً داخل البيت، ألا تذكرين ذلك؟ فكيف يمكن أن يكون ذلك الشخص ذو الضماد واحداً منا؟ حسناً، إذا استخدمت دمية ذلك الرجل صاحب الضماد وبعض الحبال والعصي، يمكنك أن تفعل ذلك. دمية الرجل؟ نعم، وربما كانت دمية يمكنك أن تنفخها. لقد قام بربط جثة شيكا بتلك الدمية، ووصل حبلين مع رأس الدمية ليستطيع تحريكها، ثم مرر أحد الحبال عبر حاجز الشرفة إلى الجهة المقابلة، حيث كان يقف مديراً لذلك المشهد من هناك. وستجد علامات جروح على حاجز الشرفة إذا نظرت إليه بتمعن. ثم جاء الفصل الأهم من اللعبة، فقطع أحد الحبال، فمرت الدمية بقرب النافذة حيث رأيناها، ثم أعاد الدمية بسرعة إلى غرفة شيكا، وظننتم أنه خطفها. الشخص الذي قام بالخدعة هو الشخص الذي كان على الشرفة يصلح السطح. تاكاشي، أنت القاتل. أنت تمزحين يا سوكو، أليس كذلك؟ الدليل واضح جداً على حافة الشرفة، الآثار التي خلفتها الحبال، جرحان واضحان تماماً. ولما كنت المسؤول عن الديكور في فرقة السينما بالكلية، فأنت الوحيد القادر على القيام بخدعة كهذه يا تاكاشي. اهدأي قليلاً يا سوكو. والجثة، ماذا فعلت بالجثة بحسب رأيك؟ إذا كنت تذكرين، ذهبت إلى الغابة مع الآخرين لملاحقة ذلك الشخص، ووجدت جثة شيكا هناك معهم، أليس كذلك؟ ولم أحمل أي جثة معي، ألا تذكرون ذلك أيها الأصحاب؟ لدي دليل بأنك حملت الجثة. الدليل الذي وجدته أختي أياكو عند الباب الأمامي، إنه شال الضحية، فعندما قتلت شيكا كان الشال على عنقها، ووجدناه عند الباب الأمامي بعد أن غادر الجميع. هذا يعني أن أحداً مر من هناك يحمل جثتها في ذلك الوقت. ولكن يدي كانتا فارغتين في ذلك الوقت.
ولا يمكن أن أخرج مع الجثة دون أن يراني أحدكم عندها. إذا كانت جثة، ولكنه كان الرأس فقط. هذا ما حدث يا تاكاشي. ما بالك؟ أليس هذا صحيحاً؟ كل الذي رأيناه من النافذة هو رأس شيكا وجسدها المغطى بردائه. قل لي، ألم نجد جثة شيكا مقطعة يا تاكاشي؟ كل هذا غباء. ما السبب الذي يدعوني لقتل شيكا هكذا؟ وران أيضاً. وأيضاً لماذا لا تقولها؟ تخاف من الدليل، أليس كذلك؟ والدليل هو أن شكل جسدك يختلف عن شكل جسد الرجل ذي الضماد. ما قولك؟ تاكاشي، الرجل ذو الضماد ليس سميناً. تاكاشي، هذا صحيح، لماذا تخاف ذلك؟ إنه خائف لأنه لا يريدني أن أسأله السؤال التالي: هل أنت سمين حقاً يا تاكاشي؟ هذا مؤكد، إنه ليس سميناً على الإطلاق، لهذا تمكن من وضع رأس الضحية تحت ملابسه وخرج راكضاً. أولاً استدعى شيكا إلى الغابة فقتلها وقطع جثتها بتلك الوحشية، ثم استبدل الحشوة التي كانت تحت ملابسه برأسها، وبعد أن قام بتلك الخدعة من الشرفة وضع الدمية الملفوفة والرأس تحت ملابسه، ثم انضم إلى الآخرين وذهب إلى الغابة، ثم تظاهر هناك بالبحث عنها، ثم غافل الجميع وألقى الرأس على العشب، أي أنه خدع الجميع بشكل جسده فاستخدمه لينقل الجثة، وقد كانت خدعة ذكية ومحكمة جدا، وهذه الخدعة جعلتنا نعتقد جميعا أن ذلك الرجل ذو الضماد على وجهه هو الذي خطف شيكا إلى الغابة، وذلك سيجعله مسؤولا عن كل هذه الجريمة، وهذا سيبعد الشبهات عن الشخص الحقيقي الذي قام بذلك. كما قلت، الخطة كانت محكمة للغاية، إلى أن جاءت ران بالمصادفة واكتشفت أمراً في غاية الأهمية. ها؟ نعم، ران أخطأت عندما دخلت بالخطأ إلى غرفته ورأته. لقد رأت الشكل الحقيقي لجسده. ران لم تدرك خطورة ما رأته على الإطلاق، ولكنه فكر في أنه إذا تذكرت ران ذلك فسوف ينكشف للجميع. وهكذا هاجم ران في الغابة لكي يبعدها عن طريقه، لكنه أخفق، وبعد الاضطراب الذي حدث خشي أن تغادر شيكا المنزل وهي هدفه الرئيسي، لذلك قطع خط الهاتف وأسقط الجسر وأرغم الجميع على البقاء في البيت، واستدعى شيكا إلى الغابة حيث قتلها كما خطط، وكان قد ترك لها رسالة تحت باب غرفتها لاستدعائها على عجل، ولا نعلم ماذا كتب فيها، ولكنه على الأغلب كتب شيئا عن تسوكو، صديقة أختي أياكو في الكلية التي انتحرت. أليس هذا صحيحا يا تاكاشي؟ نعم، فعلت كل ذلك من أجل تسوكو. أنت يا تاكاشي.